احتفلت مصر ومختلف دول العالم باليوم الدولي للمهاجرين واللي بيوافق 18 من ديسمبر، وتحرص مصر دائما على احترام التزاماتها الدولية تجاه قضية المهاجرين، حيث تتناولها من منظور شامل يراعي البعد التنموي مع العمل على معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية. وعلى مدار 10 سنوات نفذت الدولة المصرية العديد من الإنجازات في ملف المصريين بالخارج وإطلاق المبادرة الرئاسية مراكب النجاة للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.